التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ جمال سعيد جودة، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا
كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا تكونن من المشركين. ولا تدع من وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من الناس
أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله لما تيسر من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ جمال سعيد جودة والمقيم بخلوة سيدي أحمد الحمار مركز الزقازيق. السادة الكرام، الشكر لحضراتكم جميعا باسم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وإخوته فضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي والشيخ عبد الله علي الطاروطي، وباسم الأستاذ مهدي وجميع عائلات مهدي وعائلات درويش بطاروط. شكر الله لحضراتكم جميعا، ويتوقف إرسالنا على أن نلتقي بعد صلاة العشاء، فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.